السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أداة تقدر تطبق عندك على الكمبيوتر بتاعك، تشتغل جوه البرنامج مثلا الريفت، وبسهل جدا انت هتعمل اي حاجة ترسمها واوتوماتيك اي تعديل هيحصل هو يشوف تبعيات التعديل دوت ويعملها. يعني ممكن تكون مثلا الغرفة كبيرة وانت رحت مصغرها، يبدأ هو يعيد تنظيم كل العناصر اللي موجودة جواها. تمام، أداة قوية جدا، دي مستقبل الذكاء الصناعي. دي هتبقى موجودة زي ما انت شايف في الاركيكاد، موجودة في الريفت. الإصدارات اللي جاية اللي هتنزل من البرامج دي هتنزل فيها الحاجة دي اوتوماتيك، سواء الادنس دي او ادنس هم عاملينها. دي مستقبل البرامج كلها دلوقتي. تمام، شر لابد منه، شر لازم احنا نتعامل معاه. ماشي، فاي تعديل بتعمله هو بيبدأ يدرس. يعني مثلا انت جيت لغيت الحيطه دي، طيب مش لازم يبقى في بابين، يبقى باب واحد. طيب انا عايز اغير شويه، فيبدا يديني اقتراحات للتعديلات اللي موجوده. كل ده حاجات جنريت موجوده في الريفت وفي الراينو. تمام، قريبا هتلاقيه بقى موجود في الاركيكاد و والحاجات دي كلها. تمام، زي ما انت شايف اي حاجه بتتعدل عليها بتعدل معاك اوتوماتيك. هنا موجود في الجراس سوبر اللي هو بيشتغل جوه الراينو وجوه الريفت برضه. قول له بقى ايه، اعمل لي كده كوكتيل كذا تصميم، فبيعملهم لك في ثواني. دي تطور بتاع الجنريتيف ديزاين. ممكن تديله اي مكان وهو يبدأ يقسمه بالشكل دوت. اه، ده كده جوه الريفت، أداة تجريبية يعني تقدر تطبقها وتستمتع بيها لفترة معينة مجانا. يديك تصاميم كتيرة تقدر ان انت تختار التصميم اللي انت عايزه. تمام، طيب بكام؟ موجود اوتوديسك وراينو فري، ممكن تنزله تجربه لمدة 30 يوم. البرو ده ب10 جنيه استرليني في الشهر، انتربرايز 20 جنيه استرليني في الشهر. اتمنى يعجبكم ان شاء الله.